السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم على عطل من عطال الكوندكترات. هذا العطل يسمى اللوس أو شورت. لاحظوا هنا السواد على الكوندكتر. هذا أسباب العطل: إما ربخ بتوصيل خواص الأسلاك، أو كربنة أو قصر في التوصيل. لاحظوا هنا، هذا هنا حريق. الحل هذا للمشكلة استبدال الكوندكتر بنفس الرقم. دائما ركز على هذا الرقم، لو اس 32.